عليكم الدراري، صافا مزيان بخير هانية وشي بخير. عدنا من جديد في هذا الفيديو الجديد على الثاني فلوق جديد ان شاء الله. ابا سطف معنا. السلام عليكم. تيم دوكال ملي كتكامل لاباس دارون بخير في الجيش كلشي مزيان. ايوا صاد نوش كاين ونسي الفيديو يضلي الفيديو اللي رفلت لك ان شاء الله باذن الله. اجي نشوفوا احنا عاوتاني رجعنا لهذيك الكنيسه ندورو فيها واحد شويه نشوفوا واش غادي نلقاو محلله ان شاء الله. نلقاو محلله البراج كاع تجي لهيا تي حماقو. المهم صافا الدراري بخير هانيه. التحيه للعائله العائله اللي تفرج فينا. التحيه للعائله من طنجه المويده. طنجه الكويره. تحيه لاختي سميره. تحيه لاختي عواتي. تحيه لكاع الناس اللي تيعرفونا. نسكر باقي نستي في هاد الشامل. ما عرفتش كيف سير خمس معنا شوف واش هذاك الباب جيت ندور بينا ندخلو لقينا باقا مسدودة ولا كيفاش؟ كنا كاتبين شي لعيبة هنايا. ستة. ماشي دابا ماشي اليوم. ما عندكم زهرة الدراري. بينا نوريكم بلاصة واعرة الكنيسة من الداخل واعرة. التحت ديالها باقي داكشي أتاري وباقي داكشي واعر. يا كنيسة يا هادي. ولا غادي نخرجوا؟ دابا غادي نخرجوا غادي نشوفوا الباب من لهنا ان شاء الله. المهم الدراري صافا مزيانين بخير هانيه شي بخير ياك هانيين تاهو مزيانه ما تقيت قصدي ديالي فرفر. السلام عليكم الاصدقاء والاصدقاء والاعزاء والاعزاء كي دايرين لاباس عليكم اموركم؟ ابا سطف عاد من جديد بحال جديد عاد ثاني انا. واش ابا سطف صافا مزيان الحمد لله خويا. الناس في المغرب والناس المغرب العربي كاع راكم ملاح. الخوت خوت الجزائريه كي راكم دايرين راكم ملاح. يا مريم تحياتي لكم. تحياتي حب حياتي. هاد خونا هذا قبيله جا لصقناه وهذاك نوريه لكم تيلصق عباد الله. هذا الكلون هذا تيلصق عباد الله. مشي عطينا 20 درهم باش طلقناه. هاد خونا وبغى 100 درهم. مصطفى قال لي والله 100 80 درهم. شوف قال لي ماكا شحال عطاه عطاه شي 20 اورو. دابا داك الشيء علاش فرحان كي تشوفه فرحان عرف بلي راه العزاوي عطاه صريف. هما من رومانيا. هنا بزاف المشكلة تيلبس الحجاب كاين البرد كاين البرد بحال غادي تسمع سوق كيطلبوا باش يبداو يطلبوا. هي منين ندخلوا هالباب منين ندخلوا ها هادي هي الكنيسة الدراري. الكنيسة هي هادي هاي. أبا سطف في حلة جديدة. شكون؟ لا عطينا قبيلة وخونا. دابا غادي ندخلوا الكنيسة. أجي بالله باش ندخل باليسرى 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 باليسرى. كتدخل كتسركل كتشوف الدواء النشاط تنصاب عليهم يقول لكم مرحبا. فيها ما يتشاف لتحت. حنا غادي ندخلو غادي نشوف واش بيقول لهم داكشي فيها زوين ولا كنيسة فيها مكتبة فيها كل شيء. ماشي مهم عندنا صورة لكم ولكن هي قلنا ندورو نتسركلو. باش طوبا هو ها كاين كلشي كاين كلشي. فايت حتى تبيع حتى هاد التماثيل هادو راه غاليين بزاف قدام قدام بزاف. جا داكشي ديالو هنا غادي ندخل لداخل غادي تشوفها كي دايره. تيجيو لها الزوار بزاف هاد الكنيسة مع كبيرة أقدم كنيسة في سويسرا هي هادي. تخيل معايا هادي صاحبي تخيل معايا كون كانت هادي مسجد هادي كون كانت مسجد باش تكون واعرة بزاف كبيرة كبيرة بزاف. وغدا غدا غادي تكون عامرة با مصطفى هنايا. عرفتي غدا غدا ما خدام تا واحد لا الخميس
الخموس عندهم الروبو قلت لك الخموس الخميس عندهم الروبو هنا غادي تكون عامره سويسرا كلشي غادي يولي صوري وما تيصليو من الخميس للخميس وفي العام كيصلي هو الخوت بالكرسي هما والموسيقى كنتي جيب بنادم سكران الله يحفظنا هما الناس هما شنو هذاك الشيء واش كذا واعره كنيسه من الداخل واعره بزاف اقدم كنيسه هنايا هي هادي دوك تشوف غادي نهبط لتحت غادي تشوفوا كيفاش دايره من الداخل ونردوها الجامع حتى انا داكشي اللي في بالي قلت لكم ردوا هاد الجامع غادي تكون احسن هو واحد الشميعة الدراري هيا عرفتي علاش عيلتي واقيلا غادي تخلص غتولي مخلص شي خمسة فرانك ولا ستة هادي عندها شي حكاية هادي شنو قالك فاسيستاس كان سمي اكليرن So, Trampo e Drago. And can't you work here after you can't Yeah, hope you everything start, you want you can start in your again life. Doing bad things. So, okay, thank you so much. المهم الدراري باش نشرح لكم واش قالت لينا دختنا صحابي المانيا ساعه طلعوا غير انجلزا جدا مصطفى دوز منها باش نوري الدراري كيفاش غادي كيفاش لقتهاش دوزي دوزا انت حنا قال لك ملي كتجي هنايا كتخطو كت داكشي اللي عندك شي حاجه في حياتك ماشي مزيانه غادي تخطاها يعني صافي غادي تدوم عندك شي عقبه في حياتك غادي تخطاها كما حنا تيبخروا بالجواب داك تقول لك تخطاها سبعة المرات عشرة المرات كما هذا الشيء هذا هو الشيء الاصنام يعني كتخطاها وكتحيد هذاك الشيء الاكس اللي في حياتك الله يجينا وديما الله يجينا من الاكس الله يجينا من هنا هنا فين كانت هذيك هنا فين كان ديك الساعه في الاول هذوك اللي ماتوا هذوك اللي بناو هادشي هنا فين كانوا تيخطبوا وكانوا تيديروا داك الحماق تاعهم يعني كنيسه كبيره مشهوره بازل اير هادي غدير عليها فيديو هاد الكنيسه هادي حنا تندورو معاها شي كنيسه كيداش تيجيو لها يوميا عرفتي غدا غتكون عامره نهار الخميس سمح لي نهار الخميس غتكون عامره بزاف ديال بصح هاد الكنيسه هادي هما دوك اللي بناو هنايا ودوك اللي دوك الاخوات اللي تيسميوهم اخوات هما ميتين هنايا ولكن هي التماثيل ماشي هما فريم غتلقى هادوك تشحطوا بلا فيها تيتقلاو في الجحيم قال لك بصافي تلقاهم تيتقلاو في الجحيم واحد اخر هو هادو دوك اللي بناوها المهم ديك الكتبه ديال الاغريق و توي شي يعني المهم الدراري حنا تندورو باش نسركلو انا المهم عندي ماشي الكنيسه نوريها لكم اللي عندي المهم هو لتحت داكشي اتاري بزاف وغادي غادي تعجبكم طبستو فهو غادي هادي هي لتحت ديال هذا هو لتحت دابا غنجي نطول تحت باش نوريكم اش كاين لتحت دايره الخوت لتحت بحال الحمام ديال الماري والله الا تكوني حمام صافي حمام كتهضر صوتك كيتسمع واحد الريحه هنا قديمه ريحه الغموريه ريحه العيب انا اي بلاصه هنايا عندها اثار سميوس باطش سميوس باطش قديمه بزاف بزاف اخويا قديمة بزاف هذيك الكنيسة هذي قديمة بزاف هنا لبيت طلع الفوق اجي نوريك فين غادي ندخلو هنا عاوتاني كانوا تيصليو شحال هادي كانوا تيديرو بزاف ديال التوشيات المهم انا الباص اللي غادي نديكم غادي نوريكم هي هادي غادي ندخلو من هنا
الناس كيزوروها من ما دابا غادي ندخلوا دابا غادي ندخلوا باش تشوفوا كيفاش دايره الدار. اسمع اسمع غتبدا تسمعوا الهضره ولكن الظلمة ما لقاتهاش فهمتي ولكن غتشوفوا داكشي التماثيل كيفاش كان غتشير ماشي بصح غير فيديو. Die oberen Teile des Chors, die beiden Chorflankentürme und die Dächer von Lang und Querhaus stürzen ein. Der Führungsturm fällt in sich zusammen und zertrümmert die darunter liegende Krypta. Bischof Johann II. Sen von Winsingen blickt nach der Erdbebenkatastrophe gestürzt auf das notleidende Basel. Erst wenige Jahre zuvor sind in seiner Stadt über 4000 Menschen bei einer Pestepidemie gestorben. Das Erdbeben nimmt der umtriebige Bischof zum Anlass, das beschädigte Münster grundlegend zu modernisieren. Neuen Münster will er auch für Reliquien des Kaiserpaares Heinrich und Kunigunde einen angemessenen Ort schaffen. Dafür wendet er sogar eigene Mittel auf, sammelt Spenden und engagiert mit Johannes von Gmünd eines namhaften Architekten. Dieser renoviert nicht nur das Basler Münster im spätgotischen Stil, sondern baut auch die zerstörte Krypta unter der Führung wieder auf. Es entsteht eine dreischiffige Halle, die durch 6 Stützen in ein schmales Mittelschiff und 2 breite Seitenschiffe geteilt wird. Spätere Umbauten ergänzen den Raum um breite Zugangstreppen im Norden und Süden, von denen eine heute noch sichtbar ist. Der Bischof erlebt nur noch die feierliche Weihe des Hochaltars. 2 Jahre später stirbt Johann II. Und wird im Langhaus vor einem Altar bestattet. Zu den Grabbeigaben zählen unter anderem ein Hof von dem Mietrat. Erst rund anderthalb Jahrhunderte später, im Jahr 1500, wird das Basler Münster mit der feierlichen Aufsetzung der Kreuzfüße Martinsturm verengt. Ironie des Schicksals. 29 Jahre später hält die Reformation in Basel Einzug. Bischof und Bürger verlassen die Stadt. Einige machen sich die Erneuerung der Kirche auf ihre Weise zu eigen und ziehen randaliert durch die Kathedrale. Die ehemalige Bischofskirche wird zur reformierten Hauptkirche der Stadt Basel. Die Krypta verliert ihre liturgische Bedeutung. Allmählich zur größten Schweizer Industriestadt. Zu dieser Zeit wird auch eine umfassende Renovation des Basler Münsters in Angriff genommen. Die ungenutzte, hoch ins Langhaus hineinragende Krypta unter der Führung wird eingeebnet, um mehr Platz für Gottesdienstbesucher und Konzerte zu schaffen. Danach gerät die Krypta unter der Führung allmählich in Vergessenheit. Für nahezu ein Jahrhundert versinkt dieser besondere Ort unter dem Basler Münster im Dunkel der Geschichte. Verlassen, verschüttet, vergessen.
صافي يكون سهلة وذاك صافي 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 نوريكم هذاك الشيء اللي كنت نشرح لكم هادشي هو اللي كان عليه تيشرح هو هادشي هادشي كلشي كان تيشرح هو ما راش تبنا واش نوقع والحرب اللي دازت في هاد الكنيسة هادي وفي التخبا لان راه كانت كنيسة من بعد بناو فوقها هادي هي الكنيسة هادشي كلشي راه اثر راه اي اثر عنده مثلا هاد الاثر هذا لا تيبانش مزيان نوريكم هاو شتي هاد الاثر من 1019 هو هنا يعني قديمة بزاف هاد الكنيسة قديمة بزاف شنو 1019 عجبك مصطفى أبا مصطفى خو تيبان بلان أجي نوريهم هنايا هاي إذا هما تيشرحوا ليهم هنايا الكنيسة كيفاش تبنات والحرب اللي دازت منها فهمتي هذاك شي الأفلام هاو هذاك شي ديالهم الأطار هاي كالكنيسة كانت شتي هادي هي الكنيسة هكا كانت هاد اللي تحت ديالها هو شتي هما بناو فوقو هو اللي فيه اللي الفوق اللي فيه الكنيسة راه هكا كانت الكنيسة في الأول ولكن هنا ما قدروش يكملوا خلاو أطار وبناو فوقو داكشي اللي جل فوق هاي باينين فوقهم واعرة هاد الكنيسة عندها حضارة كبيرة صح هاد الحجرة أطار كبيرة كيفاش تخرج شوف هاد الحجرة راه من 1213 ويا هنايا الدراري تقدروا ترجموا هاد اللعيبة باش تفهموا بس تيبان بان هادي هي الكنيسة هي المجسم ديالها هو الكنيسة معروفة بازا شوف هادي هادي باش تصور الفيلم شوف اش كانت تصورو هاد اللعيبة كانوا تيصورو بها 1656 يعني ملي كتشوف انت بحال هادشي راه شي حاجة زوين والله دابا الفيديو كمل كل 10 دقائق تيعاودو نفس القصة باش الزوار باش الزوار بحال قلتي تيعاودو لهم القصة ديال اشنو وقع هنايا كيشيخت هي القصة صافي نخرجو دابا على باستو نتمنى الدراري تكونوا استمتعتوا بالفيديو وان شاء الله نكونوا هضرنا بالزربه ان شاء الله تكونوا فهمتوا ان شاء الله سو غادي دابا نطلعوا كي جاك مصطفى هادشي خويا زوين زينه شوف كتدخل بحال شي متحف كيبدا يشرح ليك كيبدا يشرح ليك بالفيديو ديال شنو وقع غير هو بالالمانيه 1500 300 كيبدا يشرح ليك باش فهمتي باش فهم ما يضركش راسك بالزربه دابا غادي نطلع هنا هذا هو الفوقنا هما هادشي راه بناو غير جديد هادشي البيانو شوف كتبوا لك هنا بيتي نخت بيغورن بليز قال لك زعما ما تقيسوش ماشي دخلت انا واحد النهار تقيس جميع اللغات حيت كاع الناس يزوروا هاد البلاصه هادي واحد النهار واحد الكنيسه ولقيت البيانو رجعت وكاينه المراه كطلب البيانو الفوق وكان ضربها انا من تحت جاني السيكيورتي قال لي اش كديروا صافي دابا نسولوا الناس هادو هما الكتب ديالهم قدام الانجيل الهباش وداك الشيء وهاد الهباش هادو تتشعلها وكتمنى شي لهباش شو يقول المهم الهباش هنايا ما بغيناش نصوروا الناس باش ما سو كان ستو صافي عرفت شنو هي هاد اللعبه غادي نشوفوا شنو فيها دابا اي واحد تيتمنى شي امنيه ولا شي لعيبه ولا شي حاجه كيرميها هنا سميتو شوف سمياتهم والعباد حتى هما بنفس المعتقدات ديالنا كاستو مية اكليرا فاسي سي ايش بايس نيشت اه سو تشرح لينا انا فهمت قلت لي انا هي توريست قلت لها ممكن تشرحي لي شنو هذا الشيء قلت لي ما عرفتش انا هي توريست هنايا هو هذا الشيء اللي كاين الدراري حنا وريناها لكم نوريو واحد اللوحه زوينه في كاين اللوحات في كاين التوشياش وهنا بزاف توريست ضروري غير حنا اللي تنهضروا بزاف حنا وكيشوفوا الفيلم قالوا لي كذا هما عندهم احساس العباده ديالهم وحنا ماشي عباده ديالنا المهم هما دوك اللي توفى
بيتروس خوريخوس هنا باستوف عشيرك توفى مصطفى قالك جان قالك مصطفى راه تيدير في جهنم تمشي تقلب في جهنم 1450 هو اللي دار قالك مصطفى تلقى في الجحيم فيها زرعين هاد الكتب ديالهم العيبات سوا الدراري هنايا دابا غادي نخرجو في حالاتنا صافي المهم الكنيسة هي هادي الدراري اللي كنت باغي نصور لكم هي هادي المهم الموضوع ديال الكنيسة غنكملو حنا برا لا برا ان شاء الله دابا مبغيناش نضرب بزاف صافي غادي نسكتو الفيديو تاعنا المهم الدراري حنا دابا خرجنا من الكنيسة الكنيسة هي هادي هي شتيها اش غنفهمو صافا اه هي الكنيسه هي هذه الكنيسه هي هذه الخوت الكنيسه هي هذه خوتي وداك السيد راه هو اللي استجي بين ولادو باش يتبارك بهذه الكنيسه ما هنا ديال الكنيسه ما هنا هي اقدم كنيسه في سويسرا لا في بازل اقدم كنيسه في بازل في سويسرا والله ما عرفت قديمه شو شحال قديمه بزاف هذا هادشي اللي كاين الدراري ديال الكنيسه موضوع عساله والخوت سميتهم اللي بنينا الكنيسه مصطفى فراح سبوا الفيديو تويجي ما تقولوش باللي كنشجعوا لا لا غير حيت قديمه بزاف اثار ديال الاثار ديال هاد الناس كيفاش كيعبدوا وكيفاش هادي وكيفاش هادي باش غير تفهموا صافي اما حنا داكشي راه ما كنقدرناش كي كتدخل وسط الكنيسه كاع ما كتهتاش اسميتو كاين كتفسك شي مشاعر صح الضيق كتحس الضيق النفساني والله هادشي اللي كاين والله نشينا منهم والله يهدي هاد الناس هادو ولكن الله يلاه تتعاملوا معانا صراحه فيهم حسن الخلق فيهم حسن الخلق ايوا هادشي اللي كاين الخوت ونكملوا الفيديو ان شاء الله في شي بلاصه اخرى تعجبكم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله